وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكة المياه والكهرباء. وشهدت ساحة المخيم احتجاز الأهالي من قبل قوات الاحتلال التي عملت على التحقيق معهم ميدانيا، فيما شهد المخيم حملات دهم وتفتيش واعتقالات واسعة. من جنين ورحب بي الصحفي محمد عتيق، أهلا ومرحبا بك معنا محمد. كيف تبدو الصورة في مخيم جنين وفي جنين عموما بشكل عام، آخر التطورات في هذه العملية العسكرية؟ يعطيك العافية جميع لك ولجميع المشاهدين. يعني نبدأ الآن، حيث قوات الاحتلال حاصرت مبنى في بلدة القباطي غرب مدينة جنين، والحديث عن قوات خاصة إسرائيلية تمكنت من الدخول قبل وصول التعزيزات إلى هذا المنزل. يعني نقصد إغلاق مدخل بلدة القباطي غرب جنين، وهناك يبدو عملية عسكرية في هذه البلدة. لا يوجد المعلومات حتى هذه اللحظة، كلها الدقائق لم يمضي سوى عدة دقائق على بدء هذه العملية. أما وضع مدينة جنين ومخيمها، حيث يعني لا زالت قوات الاحتلال تجرف الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة جنين، الشوارع الأكثر حيوية والأكثر اقتصاديا في مدينة جنين، بالإضافة إلى تدمير المحلات من خلال شلع الأبواب وهدم الواجهات الأمامية هذه المحلات. أيضا تم الاعتداء اليوم بشكل كبير على الصحفيين من خلال محاولة دهسهم في الجرافات العسكرية وإطلاق النار المباشر باتجاههم وإصابة اثنين من زملائنا بجبايا الرصاص. أيضا يعني استشهد صباح اليوم مسن أثناء تعذيبه بعد اعتقاله من بلدة كفرزان، ضغط على ابنه لتسليم نفسه وهو والد أحد المطاردين. والعملية العسكرية لا زالت مستمرة في المدينة وضواحيها ومخيم وبعض القرى. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من جنين، كنت معنا صحفي محمد عتيق. قال رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل إن أوامر صدرت للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد حكم قضائي بإنهاء الإضراب العام. وقضت محكمة العمل الإسرائيلية بأن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي. وأضرب اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي بهدف الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإجراء صفقة تبادل. من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. آخر التطورات فيما يتعلق بهذا الإضراب تحديدا بعد قرار المحكمة بفض هذا الإضراب. نعم، يعني عبد الله، نتحدث فعليا عن إضراب لم يستمر حتى الموعد الذي كان من المفترض أن يستمر عنده، عند الساعة السادسة كان من المفترض أن ينتهي هذا الإضراب حسب ما أعلنت نقابة العمال، ولكن محكمة العمل أنهت هذا الإضراب وأمرت بإنهائه لأن تعتبر أن الأسباب سياسية وليست أسباب عمالية، وبالتالي أوقفت الإضراب. كان هناك ردود أفعال من قبل الحكومة الإسرائيلية على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال بأن هذا القرار كان يجب أن يتخذ وبأن نقابة العمال تخطت الحدود المسموحة لها وبهذا تريد أن تدمر الاقتصاد، بالإضافة لتصريح لنتنياهو كان قد قال أنه لن يتم الانسحاب من محور فيلادلفيا لا ل42 يوم ولا حتى ل42 عام، لأنه يرى بأن الانسحاب من محور فيلادلفيا يعني أن لا عودة لقوات الاحتلال إلى هناك، وبالتالي
هو يصر على موقفه فيما يتعلق بعدم الانسحاب وعلى البنود العالقة لهذه الصفقة المحتملة. بعد ذلك كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي بايدن الذي قال بأن نتنياهو لا يبذل كل الجهود اللازمة للذهاب إلى الصفقة المحتملة، وبأن ما يتعلق بالصفقة بات قريبا جدا، وبالتالي خرج بيان تحت اسم مصدر رفيع المستوى، ومعروف أن مصدر رفيع المستوى هو نتنياهو ورئاسة الوزراء. قال ردا على بايدن بأن هذا مستغرب، هذا التصريح، لأنه يجب الضغط على السنوار وليس على نتنياهو، وبالتالي نتحدث فعليا عن عدم التوصل إلى ضغط كبير فيما يتعلق بهذا الإضراب على الصفقة المحتملة، ولكن هو إضراب تحذيري، الهدف منه هو أن يعني يضغط على الحكومة للذهاب إلى مفاوضات أكثر جدية للوصول إلى الصفقة المحتملة، وبالتالي ربما الساعات المقبلة هي التي ستشير إلى ما هو أكثر من ذلك بتفاصيل إضراب اليوم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسلة المملكة ليالي عيد. المعدية قد تصبح أكثر فتكا من القنابل في غزة. يستهدف الاحتلال الإسرائيلي سكان الحارة الشرقية في مدينة جنين بالقتل والتهجير والتدمير، وقد حول الاحتلال الإسرائيلي الحياة فيها إلى شبه مستحيلة خلال عدوانه المستمر منذ 6 أيام. ليس وقتا سهلا يقضيه أحمد مرعي أحد سكان الحارة الشرقية في مدينة جنين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منزله ومحله الذي يعتاش منه، وأبقى على عائلته حبيسة هذا الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في كل أرجاء المنطقة. القناصة في عنا كاميرات هون بلش يطخ عليهم كل الرصاص على البيت. أنا صار عندي خسائر في البيت يعني جوا، يعني الكزاز مش كزاز، البرادي خزكوهن، يعني هاي الشغلات الأساسية يعني. وين دروح؟ لا أنا ولا ولادتي ولا حدا بالحارة أصلا، يعني احنا هون، احنا انولدنا هون ومنموت هون، محلنا بنحفر قبرنا بيدينا يعني مثل ما قالوا، وين نروح؟ الحارة الشرقية كما يطلق عليها في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية كانت هدفا رئيسيا للاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية المستمرة منذ 6 أيام. سكان المنطقة باتوا يعانون الأمرين في هذا الحي، فعبر طرق وعرة مدمرة تغمر جزءا منها المياه النقية التي فجر الاحتلال أنابيبها، وأخرى تغمرها مياه الصرف الصحي، يحاول السكان التحرك لتأمين أبسط احتياجاتهم، مؤكدين أن هذا العذاب لن يثنيهم عن الصمود أمام العدوان الإسرائيلي. الحارة الشرقية إن شاء الله انهادت الاحتلال وبعدها بتأذي الاحتلال وبتكنهم درس، كل مرة إن هاي الحارة بتضل حاضن للمقاومة وحاضن للكتيب إن شاء الله، وعدو مجرم وبالنهاية إحنا إن الله، وإن شاء الله نضل صامدين وصابرين على الأرض إن شاء الله. وبالرغم من المعضلة الكبرى التي يعيشها سكان الحي الشرقي في جنين، إلا أنه ما زال ينبض بالصبر الذي لا يهدأ رغم كل هذا الدمار. يؤكد الفلسطينيون هنا في مدينة جنين أن الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية ستكون الحصن المنيع أمام كل الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة ومخيمها. نهاد حجازي، المملكة، من الحارة الشرقية في مدينة جنين. وهددت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بإطلاق النار خلال وجودهم قرب دوار السينما وسط مدينة جنين. الو
أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده لن ينسحبوا من محور فيلادلفيا إلا بعد 42 يوما ولا حتى بعد 42 عاما على حد قوله. وفي كلمة افتتح بها الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، سعى نتنياهو إلى الدفاع عن قرار الكابينت فيما يتعلق بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، وإن كان هذا التوجه يهدم أي آمال بتحقيق الصفقة. هذا ويشهد الشارع الإسرائيلي احتجاجات متواصلة على الرغم من فض الإضراب الشامل الذي طبق لعدة ساعات بعد صدور قرار قضائي بإنهائه. هذا ويتهم ذوو المحتجزين نتنياهو بمواصلة عرقلة المفاوضات ومنع التوصل إلى صفقة تبادل من خلال تعنته، واصفين إياه بغير المكترث لقضيتهم ولحياة أبنائهم. من رام الله أرحب بالمحلل السياسي نهاد أبو غوش، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد نهاد، أبدأ معك بالتطورات الأخيرة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وردود الفعل عليها على المستوى الداخلي الإسرائيلي. مساء الخير وتحياتي لكم. أهلاً. يعني الحديث الأمريكي عن فرصة أخيرة أعتقد أنه متأخر جدا جدا وغير واقعي، يعني لأن الإدارة الأمريكية عمليا أخطأت خطأ فادحا حين تبنت مطالب نتنياهو التي وصفها الإسرائيليون أنفسهم بأنها مطالب غير واقعية ومطالب تعجيزية، وأنها هي وصفة مؤكدة لقتل الصفقة. ولعل ما يؤكد ذلك هي الاحتجاجات العارمة التي عمت إسرائيل أمس واليوم. يعني الإسرائيليون يحملون حكومتهم ورئيسها نتنياهو المسؤولية عن مقتل الأسرى الستة، ويحذرون من أن الأسرى الباقين لدى المقاومة مصيرهم الموت البطيء أو الموت الفجاء أو أي موت، يعني إذا وصل نتنياهو التمسك بشروطه غير الضرورية والمستحيلة. أذكر أن هذه الشروط لم تكن واردة على الإطلاق في كل جولات التفاوض التي جرت حتى شهر أيار مايو الماضي. هذه ادعاها وافتعلها نتنياهو هذه الشروط فقط بعد أن وافقت حماس على المقترح الأصلي، وهو اقترحها حتى لا يعني يلتزم بالصفقة ولقطع الطريق على أي محاولة أمريكية. اليوم صحيفة دعوات أهرانوت كشفت هذا الأمر وقالت أن نتنياهو أضاف هذه الشروط حتى يقطع الطريق على محاولة أمريكية لعرض صيغة يعني تبصر بين الاقتراحات. ولذلك الآن الحديث عن مقترح جديد وتعديل وما إلى ذلك، يعني أولا هو اعتراف بفشل كل المحاولات السابقة، وثانيا هذا الأمر معروف أنه لن يوافق عليه نتنياهو. عدل عن ذلك، ما دامت المقاومة أظهرت كل أنواع المرونة المطلوبة، لن تقبل المقاومة بأي وجود إسرائيلي على معبر صلاح الدين. إذا افترضنا سيد نهاد بأنه وصلنا إلى نقطة هناك جدية من قبل الجانب الأمريكي، لنفترض ذلك بأنه يريد فعليا إنهاء هذه الحرب، هل يستطيع إجبار نتنياهو على إنهائها؟ وما الذي يملكه نتنياهو أمام هذه الفرضية؟ أعتقد أن نتنياهو نجح في جرجرة الموقف الأمريكي إلى النقطة الحالية، بحيث أنه كلما اقترب من الانتخابات الأمريكية كلما ضعفت قدرة هذه الإدارة على الضغط على إسرائيل. هذه الإدارة الآن في أحوج يعني بحاجة ماسة إلا كل صوت في الانتخابات من أجل كامالا هاريس، ولذلك يعني لن تغامر بإغضاب نتنياهو واللوب المؤيد لإسرائيل، لأن الصراع هو على كل صوت وعلى كل ولاية، ويمكن للوب المؤيد لإسرائيل اللوب الصهيوني أن يلعب دورا حاسما، خصوصا أن نتنياهو لا يخفي انحيازه للرئيس المرشح ترامب. ولذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية التي أحجمت عن الضغط على إسرائيل في وقت قوتها وحين كانت إسرائيل بأمس الحاجة للدعم العسكري والمالي والسياسي، لن تكون قادرة الآن هذه الإدارة على الضغط على إسرائيل في هذه وفي لحظة الأفول وفي الوقت الضائع. بقيت فقط أسابيع على الانتخابات، ولذلك اعتقادي أن الإدارة الأمريكية معنية فقط بمواصلة الحديث العام عن آمال وعن تفاؤل بدون رصيد حقيقي. ثانيا، نتنياهو نجح في جر الجميع إلى هذه النقطة، أن لا اتفاق في ظل إدارة بايدن، هو يمني الناس بأنه يمكن أن يكسب 5 شهور إضافية أو أكثر إلى حين تنصيب إدارة جديدة، ليس فقط موعد الانتخابات في الأول من تشرين الثاني،
بل عند تنصيب الإدارة الجديدة في منتصف شهر كانون الثاني، وفي ذلك يعني راهن على 5 أشهر تكون كفيلة بتغيير بعض المعادلات الداخلية في إسرائيل. هل من الممكن أيضا على ضغط عسكري أكثر على المقاومة؟ هل من الممكن الاعتماد على المظاهرات في الشارع الإسرائيلي بعيدا عن مسألة الإضراب التي حدثت وفك هذا الإضراب؟ ما زال هناك احتجاجات، هل من الممكن الاعتماد عليها في قادم الأيام بناء ربما على تطورات قد تصدر من غزة؟ الحقيقة هذه المظاهرات يعني طبيعتها أنها مثل الهبات الموسمية، يعني تضعف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى، تتأثر بالأخبار وأخبار الأسرى وأخبار الصفقة، يعني ترتفع وتنخفض حسب مزاج أهالي الأسرى وحسب التطورات السياسية. يعني كلما سعى نتنياهو إلى توسيع دائرة الصراع، مرة باستهداف طهران وبيروت وعمليات الاغتيال، ومرة ثانية بالتصعيد على الجبهة الشمالية ثم التصعيد في الضفة، هذا يضعف فرص الصفقة. لكن مشكلة الصفقة أنه لا يمكن لحركة الاحتجاج من أهل الأسرى أن تؤثر على حكومة نتنياهو، وهذه بحاجة إلى معارضة متماسكة ومنسجمة، وهذا الأمر غير موجود. المعارضة الإسرائيلية صحيح أن لها رصيد كبير لكنها مشتتة وغير منسجمة، ومشكلتها أنها أيدت نتنياهو في قضايا حساسة ومفصلية، وبالتالي هي تعارض نتنياهو بالمفرق على قضايا متفرقة هنا وهناك، ولا تعارضه لكي تشكل بديلا متكاملا ضد سياسات نتنياهو، وأبرزها سياساته العسكرية تجاه غزة والشعب الفلسطيني. هذه على الإطلاق المعارضة لم تتميز عن نتنياهو، بل هي تتبنى مواقف نتنياهو وتدافع عنها كما برز في مواقف كل من جانس ولبيد. بعد قليل من المتوقع هناك كلمة لنتنياهو يلقيها من القدس فيما يتعلق بربما تطورات الأوضاع وتحديدا على المستوى الداخلي، ارتباطا بتصريحات سابقة تحدث فيها بأنه لا يكترث إلى ربما تطورات الشارع فيما يتعلق بإيقاف الحرب. هل تعتقد بأنه سيحمل جديد خلال هذه الكلمة تحديدا لربما الموقف الأمريكي أو حتى الحديث على المستويات الداخلية؟ لا أعتقد، هو يحاول أن يقول أن مصير الدولة وأمن الدولة ومستقبل إسرائيل أهم من مصير الأسرى ومصيره هو ومصير الجنود، وبالتالي يريد أن يقول أن هذه معركة وجود وأنها معركة ضد إيران التي تحضر لبناء طاقة نووية وقنبلة نووية، وأن معركة في الضفة ضد خلايا إيرانية، ومعركة في غزة ضد نفوذ إيران، ومعركة في لبنان وفي اليمن وفي العراق، كل هذه المعارك هي جزء من معركة محور الغرب الليبرالي الذي يعني هو هكذا صور الأمور في الكونغرس، وبالتالي هو يصور أن هذه معركة وجودية وأنها تتطلب وحدة الشعب بدل دعم مطالب السنوار ومطالب حماس ومطالب إيران. فالأفضل يعني أن يعني تخفف المعارضة ضغطها عليه وأن تقبل بما يخطط له هو، وهو أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيعيد الأسرى. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من رام الله المحلل السياسي نهاد أبو غوش.